جدار المسجد، فلو كنت جارا للمسجد وأردت أن تضع أخشابك على جدار المسجد بشروط. أولا، إذا وجدت الحاجة أو الضرورة في وضع هذه الأخشاب فلك أن تضعها. ثانيا، أن يتحمل الجدار، لأن هناك قاعدة الضرر لا يزال بضرر فيجوز. أو كنت جارا لبيت يتيم فكذلك الحكم، أو لبيت موقوف فكذلك الحكم.